خلينا بقى نروح لأخبارنا، الأخبار اللي عندنا بقى النهاردة. وأول خبر الحقيقة هو خبر لطيف وكلنا حابينه، والحقيقة لما تيجي تتفرج على مباراة الأهلي والداخلية هتجد إنه، أو من غير حاجة، من غير ما يعني بعد ما تتفرج عن المباراة أعتقد إن اللي اتفرج على مباراة الداخلية الأهلي والداخلية هيعرف إن كريم فؤاد هو أفضل لاعب في هذه المباراة. لأن كريم تم اختياره من قبل جمهور ومن قبل رابطة ومن قبل فنيين ومن قبل كل حاجة الحقيقة. فكريم فؤاد هو رجل مباراة الداخلية، وأمام حضراتكم وهو بيستلم جائزة مان اوف ذا ماتش. كولر قال حققنا فوزا مستحقا على الداخلية، ونسعى لاستغلال التوقف بشكل إيجابي. عجبني جدا 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 تصريحات مارسيل كولر. كريم فؤاد يتحدث عن تألقه ورسالة كولر بعد مباراة الداخلية من خلال طبعا شاشة قناة النادي الأهلي. سمعنا كريم فؤاد قال إيه، وسمعنا أيضا كابتن سامي قمصان قال إيه. النهاردة بيراميدز بيخسر من بطل النيجر في مباراة الذهاب، ثم في دور ال 32 مكرر في كأس الكونفدرالية، وإن شاء الله يخوض مباراة العودة. كل التوفيق لنادي بيراميدز في مباراته القادمة. فيوتشر يتعادل مع بريميرو دي أوجوستو بالكونفدرالية، هدف فيوتشر سجله أيمن الصفاقسي، وتعادل بهدف لكل فريق. إن شاء الله غدا مؤتمر صحفي لروي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكشف تفاصيل معسكر المنتخب. كابتن حسام البدري يعلن رحيله عن وفاق سطيف. كان عنده كلام كتير جدا يخص هذا الامر. طلائع الجيش وجه الشكر لعلاء عبد العال. وكابتن علاء عبد العال ودع اللاعبين على جروب الواتساب. كابتن محمد يوسف هو الاقرب، كابتن محمد يوسف لاعب النادي الاهلي السابق والمدير الفني للنادي الاهلي السابق. هو المدير الفني الاقرب لقياده نادي طلائع الجيش خلال الفتره القادمه. وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. افتتاح دورة المحاضرين بالاتحاد المصري لكرة القدم، ومؤمن زكريا يطالب الجماهير بالدعاء له بعد إصابته بفيروس كورونا. ألف سلامة للنجم الكبير كابتن مؤمن زكريا، وإن شاء الله إن شاء الله يعود سالما إلى جمهوره من خلال حتى صفحات التواصل الاجتماعي. احنا دايما بنشوف مؤمن خلال هذه الفترة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي. إن شاء الله يعود لجمهوره بألف ألف سلامة. دي كانت أخبارنا للنهاردة في البيت الكبير. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل في فقرتنا الأولى النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم في حوار خاص جدا، حوار فني خاص جدا. كابتن شريف دايما بيبقى له وجهات نظر فيما حدث في المباراتين اللي اتلعبوا النهاردة. إن شاء الله طبعا هنكلمه عن مباراة الأهلي والداخلية، وهنتكلم أيضا عن مباراة الزمالك وإنبي. نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم في ضيافة البيت الكبير.